أمور تهمنا، برنامج شهري في صحافة الشأن العام، سلطوا فيه الضوء على مشاكل المواطنين وناقشوها مع المسؤولين وصناع القرار في قبلي. موعدنا المرة هذه باش يكون استثنائي، نهار الأحد 26 ديسمبر 2021، باش نشوفوا وضعية المدرسة الابتدائية بالبرغوثية من ولاية قبلي والنقائص اللي تشكو منها، باش نحكو كذلك على البنية التحتية المهترئة في منطقة سوق لحد والحالة الكارثية للطريق. تسمعونا على موجات إذاعة نفساوة بالشراكة مع مبادرة مناظرة، نهار لحد من نصف النهار حتى للماضي ساعة. أمور تهمنا من إعداد وتقديم صبرة بن مرزوق، وجد حويتة، ورانيا بن نور. مرحبا بكم مستمعينا على موجات إذاعة نفزاوة، توا نص نهار وخمسة دقائق على موجاتكم، موجات إذاعة نفزاوة اف ام، تسمعون على الترددات 100.9 ولا على سيت ويب راديو نفزاوة.net. كالعادة برنامج أمور تهمنا معكم وجدي حويتة وصديقتي رانيا بن نور وصبرا بن مرزوق. أمور تهمنا موعدكم الشهري اللي يجي في إطار مشروع صحافة الشأن العام لمبادرة مناظرة وبالشراكة مع خمسة إذاعات جمعيتية تنضوي تحت الاتحاد التونسي للإعلام الجمعيتي. إذاعة نفزاوة هي واحدة من خمسة إذاعات اللي تلقوا فيها أمور تهمنا، واللي هم عليسة اف ام، مندرة اف ام، سليوم اف ام. البث باش يكون متزامن على كل الاذاعات من نصف النهار للماضي ساعة، ولكن في كل اذاعة أمور تهمنا يطرح المواضيع اللي تمس الجهة والمنطقة هذيك. ابقوا معنا مستمعينا وكونوا حاضرين باش تتعرفوا على مواضيعنا للحلقة اليوم. كما عودناكم اللي مواضيعنا ديما في أمور تهمنا هي ديما مواضيع مهمة وتمس الجهة متاعنا، باش نحكوا اليوم على مشكل البنية التحتية اللي يعتبر من أكبر المشاكل القديمة المتجدة، خليني نقول في ولاية قبلي وبالأخص في معتمدية سوق لحد، تحديدا بالطريق الوطنية عدد 16 مدخل بشري اللي من سنين وهو يعتبر طريق الموت حسب ما يقولوا المتساكنين. وباش يكون حاضر معنا في الإطار هذا السيدة زهرة حبيق رئيسة بلدية بشري. لكن قبل خلينا نحكو على أبسط حق اللي يتمتع به الطفل أول ما يوعي على الدنيا، وهو الحق في التعليم في ظروف ملائمة اللي يعتبر مهضوم إلى حد ما في منطقة البرغوثية. وباش يكون ضيفنا في هذا الإطار مندوب التربية بقبلي السيد لازهر رحا. إذن كما قلتي صبرة، من أهم الحقوق هو التعليم، واللي هو مع التطور اللي وصلنا له اليوم في العالم ما زلنا نعانوا من مشكلة في مدرسة ابتدائية في قرى من قرى قبلي اللي هي البرغوثية. معانا اليوم مندوب التربية والتعليم سي لازهر الرحال، مرحبا بك معانا. الحين نتواصلوا بسي لازهر. اليوم صبرا وجدي نعانوا في مشكلة كبيرة في مدرسة ابتدائية بمنطقة البرغوثية، اللي هي الساعة كي تبدأ ماشي البرغوثية ما تلقاش بلاكة، معناها نحوها وخلوها هكاك، دونك اللي عارف ثنية هنا يوصل لها، اللي مش عارف ما ينجمش. المشكلة هذه مشكلة كبيرة اليوم لهذه. ديجا مشينا وتنقلنا وعرفنا المشاكل وحكينا مع مدير المدرسة ربي يبارك فيه، اعطانا نقائص برشا و سي لازهر الرحال عسلام. الو سي لازهر، مرحبا بك معانا. اهلا بك، صباح النور. يعيشك، شكرا على قبول الدعوه ومرحبا بك. اليوم كما تفضلنا وقلنا اللي موضوعنا الاول يخص منطقه البرغوثيه المدرسه الابتدائيه غاديك، سالنا بعض الاولياء وهذا راي لخص الوضعيه غادي. هات نسمع مع بعضنا وخليك معانا سي لازهر. Thank you.
سي الازهر اسمع فيا. مرحبا بك سي الازهر معنا مرة أخرى. تنلخص لك اللي حكته الولية. الولية اليوم حكت على الوضعية الكارثية للمدرسة حسب تصورها، اللي المدرسة ما فيهاش قاعات كافية، فيها ثلاثة قاعات بركة، منهم قاعة كانت معمول فيها الأدوات اللي يسحقوها في المدرسة قاعد يخرجوا وحطوهم في الساحة واستعملوا القاعة ذيك باش يقروا فيها. ما عندهمش قسم تحضيري في المدرسة. المدرسة الصغيرات يقروا وقت واحد يصبح كامل يعشية كاملة. هذه الوضعية إجمالا معناها. مدرسة البرغوثية هي معناها المشكلة فيها هذه قديمة وباقي نفس الإشكال. كان تعطينا أنت أكثر توضيح بعد ما حكيت لك. شكرا جو بكل اختصار لأنه عارش أنا الصوت شبيه هكا. بالنسبة لمدرسة البرغوثية أمر واقع معناها أحدثت فأنا عم نول في منذ بشرة مهامي في قبلي فأنا على مستوى الوزارة على أساس أن نبرمجوا مدرسة جديدة وتم ذلك فعلا. معناها خصت الوزارة مشكورة 600,000 دينار وإحنا توا في اللمسات الأخيرة باش نعلنوا لابيل دوفر معناها في الأيامات القليلة القادمة إن شاء الله قبل رأس العام. هو سي الأزهر حسب ما فهمت من كلامك اللي المدرسة هذه خارج الإطار متاع المندوبية. لا مش خارج الإطار. أحس خطر أنت هي واحد يزد معناها في ظروف معينة ما نعرفش أنا الحيثيات اللي حدثت فيها وما كانوش يقروا فما أمني منها في الفضاء ما هوش الفضاء اللي معناها في الظروف العادية متاع مدرسة عادية منها ذي يأخذوه من زاوية منها مجموعة قاعات. سي الأزهر سامحني مش مجموعة قاعات هي 100% باش يكون دون لي نورم. المهم أنه الواقع هو موجود كما صوروه الأولياء وكما نعرفوه احنا وكان حرصنا على انه تتبرمج معناها المدرسة البرغوثية بطريقة معناها مستعجلة في ميزانية 2021 تمت برمجتها. انطلقنا في الاشغال ثم اجراءات معناها تعملت اليوم معناها في مرحلة متاع الاعلان عن طلب العروض. يعني معناها كل الدراسات التمهيدية وكل الاجراءات الادارية الكل تعملت أنا باش نوع أنه خلال الأيام القليلة القادمة وإن شاء الله يكون قبل رأس العام نعملوا لابيل دوفر وإن شاء الله نلقوا المقاول اللي بنطي عليه الصفقة هذه وتنطلق الأشغال إن شاء الله. سي الأزهر معناتها الميزانية سيت رصدت لبناء المدرسة؟ لا ميزانية مرصودة في ميزانية 21 600,000 دينار في المدرسة البرغوثية معناها والدراسات اتعملت وكل شيء معناها جاهز فقط احنا باش نعملوا طلب عروض قلت لك في خلال الايامات القليلة القادمة معناها باش معناها اجراءات تعرفوها معناها فقط. سي الأزهر باش نعقب عليك بكري قلت مجموعة من القاعات لكن هي سامحني مش موجودة مجموعة من القاعات هي موجودة قاعتين كانت قاعة حاطين كما ذكر صديقي وجدي حاطين فيها ماتريال المدرسة واضطروا باش خرجوا الماتريال حطوه في الساحة باش نجموا يكون عندهم ثلاثة قاعات. اسمعني أختي الباهية اسمعني معناها أنا المدرسة عندي أسبوع تو ولا أكثر شوية أنا كنت في زيارة لها المدرسة ونعرفها من القاعات ونعرف الفضاء شنو فيه قلت راه الفضاء ماهوش مهيأ باش يكون مدرسة. ما نعرفش الأسباب والظروف اللي معناها خلتهم هما ينقلوا للفضاء هذا. المهم أنهم هما قاعدين يقرأوا صغيرات بظروف ماهيش طبيعية ولكن معناها احنا تو حرصنا لأنه نبنوا المدرسة جديدة باش تتوفر للبرغوثية مدرسة معناها تمثل فيها كل مواصفات دا مدرسة ابتدائي. مفهوم سي الأزهر هو حيثيات انهم تنقلوا الغادي واضحة جدا يقول لك معناها عندي في الهم نختار خاطر يتنقلوا لبلاصة اخرى يختاروا انهم يمشوا لمنطقتهم غاديكا صحيح فما نقائص برشا لكن هم معاملين معناها على المسؤولين اللي هم لازم يكونوا معناها قد المسؤولية. كانت تسمح تقول لنا معنا اعطينا موعد هيك وقتاش ان شاء الله باش يتم معنا. انا قلت لك معناها خلال الايام القليلة القادمة
باش ما نقولش باذن الله قبل راس العام يعني خلال الاسبوع القادم خلال اخر الاسبوع القادم فهمني معناها باش نعلنوا طلب العروض معناها الاجراءات الصعيبه معناها الدراسات التمهيديه وغيرها 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 كلها انجزت معناها احنا خلال الاسبوع القادم باش نعملوا اعلان طلب عروض اذا نستنى المقاول يقبل هالعرض هذايا ونبدا ان شاء الله في بعد يشاركوا المقاولين بعد ما يشاركوا المقاولين ثم مهله نتاع شهر تبقى في التنافس وفي اعلان معلق في المندوبيه معناها والكل يشاركوا المقاولين بعد نعملوا عمليه الفتح ونعملوا عمليه تقييم العروض اذا كان العرض مثمر وثم مقاول معناها تحت عليه الصفقه مباشرة ننطلقوا في الأشغال لأنه حتى الميزانية نتاعها ولا بالمناسبة حتى التشجيع للسادة المقاولين معناها على ميزانية الدولة ماهيش منها من جهة أخرى. فقط سي لازر نحب نذكر المستمعين اللي يسمعوا فينا اللي المدرسة هذه قاموا بنائها الأهالي بنات بعضهم ونحبوا زادا نقدموا لشكر للمدير والمعلمين اللي كانت ظروف معناتها صعيبة باش يقروا فيها وخاصة أنه يكون ملزوم ببرنامج لازم يعطيه للتلميذ في موعد واحد. سي لازر هل يعني السنة الدراسية المقبلة إن شاء الله باش يكونوا تلامذة عندهم مدرسة فيها جميع الظروف الملائمة بإذن الله إذا كان معناها نلقوا المقاول اللي قادر باش ينجز الأشغال من هنا سبتمبر جاي إن شاء الله للعودة الجاي نقول أنا من هنا سبتمبر فهمتني ولا إذا كان ينطلق المقاول معناها ويخدم الخدمة المطلوبة منه نقول أنا في سبتمبر بإذن الله تكون مدرسة جاهزة إن شاء الله. فقط يعني باش يكون خبر مفرح للصغيرات والأهالي الكل في البرغوثية بالخبر هذا بإذن الله معناها تنتظروا منا في الأيام القليلة القادمة ونقول إن شاء الله قبل رأس العام معناها أنه نعلنوا على طلب العروض نهبطوا على التنافس ونهبطوا على الجرائد وإن شاء الله إحنا كبرنامج أمور تهمنا نكونوا سعيدين أن نحضر معاكم معناتها وتكون المدرسة مهيئة وكاملة إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله إحنا سعيدين بكل جهدنا وللناس الكل مع شكري للإطار التربوي والأهالي اللي مساعديننا باش نجموا معناها نأمنوا لصغيراتنا معناها ظروف على الاقل شبه طبيعيه في دولة دراستي. شكرا لك سي لازر مشكور على تدخلك كان تدخل تصور فيه كفايه المعلومات اي بي خلينا نسمع من المسؤول يقول رانا نهار خدمنا وخدمنا عملنا وان شاء الله هنا عندنا موعد ان شاء الله يا رب نستنى من العوده المدرسيه ان شاء الله في السنه الدراسيه الجديده يكونوا الصغيرات عندهم مدرسه على الاقل هذا راهو معناها طلع حجم الموجود بالضبط والله فريمون هكا كي تعمل كي تسمع كلام كيما هكا بالعكس يفرح هذه المسؤوليه هذه ايش معناها مسؤوليه انسان يكون قد مسؤوليه وان شاء الله نشوفوا المدرسه في ابها حله نخرج فاصل ونرجع لكم
برنامج شهري في صحافة الشأن العام، سلطوا فيه الضوء على مشاكل المواطنين وناقشوها مع المسؤولين وصناع القرار في قبلي. موعدنا المرة هذه باش يكون استثنائي، نهار الأحد 26 ديسمبر 2021، باش نشوفوا وضعية المدرسة الابتدائية بالبرغوثية من ولاية قبلي والنقائص اللي تشكو منها، باش نحكوا كذلك على البنية التحتية المهترئة في منطقة سوق لحد والحالة الكارثية للطريق. تسمعونا على موجات إذاعة نبزاوة بالشراكة مع مبادرة مناظرة، نهار لحد من نصف النهار حتى للماضي ساعة. أمور تهمنا من إعداد وتقديم صبرة بن مرزوق، وجدي حويتة، ورانيا بن نور. رجعنا لكم مستمعين على موجات إذاعة نبزاوة في أم 100.9 ولا على سيت ويب راديو نبزاوة.net. بعد ما حكينا على وضعية المدرسة نتاع البرغوثية والحمد لله اللي توصلنا إن شاء الله نقوله الحل، صبرة كان تعطينا أكثر تفاصيل على موضوعنا الثاني. أكيد وجدي، خليني نعاود نذكر اللي الطريق اللي باش نحكو عليه في سوق لحد هو طريق رقم 16 في مدخل بشري ويهز الفطناسة. إذا صح التعبير البنية التحتية تاع خلينا نقوله كارثية، يعني غياب الإنارة وهو طريق موت، وزيادة على هذا محفر ومش مزفت، يعني غياب تام الجميع معايير السلامة. فبش يكون حاضر معنا اليوم في الموضوع هذا السيدة زهرة حبيق رئيسة بلدية بشري. ألو، عسلامة مدام. هلا سهل، عسلامة. عسلامة مدام زهرة، مشكورة على الحضور معنا. عايشك، تحية طيبة ليك. يعيشك. يعيشك. اتنقلنا فريق أمور تهمنا إلى عين المكان وشفنا وسمعنا آراء بعض المتساكنين بالجهة، فهاتوا نسمعوا مع بعضنا مدام زهر. الآراء إن شاء الله شوية آخر يكونوا حاضرين معنا الآراء متاع المواطنين. أنا مواطن من قرية بشري، باش نحكي لكم على مشكلة الطريق في مدخل بشري اللي مزمع باش يبدا الأشغال متاعه، وبدت فيه البلدية ونحت بوتوات متاع الضوء ومثل خطر كبير برشا وماتوا فيه برشا عباد. بالله نداء لكل الصوت المعنية يتلفتون البشري وشوفونا حل الطريق جبانة، الطريق اللي عدي سوق لحد راهو تعبنا فيه برشا والكراهة بتكسرت ياسر والله، وحتى العباد ماتت فيه. أنا الأول واحد من الناس عندي قريبي مات فيه مرة، ده الطريق ومن محفر ياسر ولازمكم تتلفتونا، الطريق هذاك لازم يتراك الفكر بوقت. طريق الجبانة كما معروف طريق الطريق الموت، طريق يشهد برشا حفر ضيق برشا، في منعرج خطير ياسر، معناها توفوا فيه برشا رواح، لا يحتوي على سلامة مرورية، ما نحكوش زاد على الإنارة ما فماش في الليل، ما نحكوش معناها بالرسمي كارثة 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 بصراحة. لو السلطة ما تتدخلش وشوفوا لنا حل، راهو الطريق هذا باش يشهد برشا أموات. الموت إيه سميناه طريق الموت، خاطر برشا شباب نتاعنا مات فيه، آخر مرة الطفل ما وصلش عمره 18 عام مات فيه، بكل هظلام بكل أحفر، حتى الطاقة الشمسية اللي عملوها كموقع باش تضوي اللي فيها السرق وفيه المعاش يخدم، يعني صفقة مغشوشة 100% بكل غشة. مسؤول كل مرة يودك أنا باش تراجل أنا باش تعمل، آخر مرة على أساس باش تخدم تنحي الوالد بقيك كاكا حابس، أنا نستنى توا شوف تخدم شوف ما تخدمش. مرحبا بك مرة أخرى مدام زهرة، كنت أسمع في آراء المواطنين، نتصور معناها الحكاية واضحة، الطريق واضح، مانيش في حاجة الحاجة أخرى تفكلنا شبابنا وقتنا توا، وراي الحوادث نتاع الطرقات راي خطيرة ياسر، معناها ماذا بينا ديما نحاولوا نوالموا الظروف، لكن كي نلقوا طريق كيما هذا لأنه ولا يتسمى طريق الموت، عباد ميتة فيه، إن شاء الله ربي يرحم الناس الكل، وما عادش نحبوا نشوفوا فيه حوادث كيما هكا. كنت تعطينا رأيك على الموضوع، تعطينا تعليقك على اللي كنت تسمع فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية راني للأسف ما كنتش مستمع للتدخلات المواطنين، يعني تدخلات المواطنين. خليني نحوصل لك مدام زهرة، كانوا يحكوا على الطريق، كانوا يحكوا كيفاش الطريق كله حفر، كيفاش الطريق موش مزفت، كيفاش الطريق ضيق ياسر، فيه منعرج خطر جدا، فيه برشا ناس ماتت، كانت العباد زادة فما شكون احكي على أقرباء اللي توفوا، يحكوا على الإنارة. سامحني نكمل لك مدام زهرة. في البداية نحب نشير إلى أن هذا الطريق أصبحت مثل مصدر خطر حقيقي. أكيد يعني أنا مخمسة للتدخلات، لكن معرفها معناها بس تحصل حول الإشكاليات الموجودة. سببت في ما قلنا خطر مصدر خطر، سبب في حوادث سير مؤلمة ذهب ضحيتها العديد من الأشخاص.
اغلبهم شباب ربي يرحمهم الكل ان شاء الله. لذلك التشكيات كثرت يعني من طرف المستثمرين ومن سائقي وسائل النقل الإعادة وتهيئة الطريق وتعديدها، وطبعا حرصا منا يعني على سلامة متساكن المنطقة لابد من الاستجابة يعني للطلبات هذه. باعتبار يده تم تعديد حوالي زي كيلومتر تقريبا ونص بالخرسانة الاستلسية انطلاقا من بشري نحو ناصب جهة الدافة وربطها بالطريق الوطنية رقم 16، هذا في إطار مشروع تابع الإدارة الجهوية للتزييق. للأسباب اللي ذكرتها سابقا من أن الوضع الحالي الكارثي للطريق يمثل خطر حقيقي على مستعمليها، كان يعني لابد من التفكير في إعادة تهيئة الطريق وتعديلها. علاش بلي سامحيني سؤال بركة مدام زهرة يعبد يسمع، علاش لأن خسرنا شباب في عمر الزهور، معناتها الشاب عمره 18 عام تو كان يحكي لنا قريبة، يعني علاش دخلتوا أي علاش التأخير هذا الكل؟ نوصلوا للموت نفيقوا باش ندخلوا. الصوت مش واضح مدام زهرة، كنا نحكي اللي معناها علاش كان ما نوصلوا للموت وللحاجات خطيرة على الأخر باش نوصلوا ندخلوا، هذا عندها سنوات عديدة الطريق هذا على نفس الوضعية وعلى نفس الحالة بل بالعكس قاعدة تدهور. دونك تعرفوا احنا يعني كمجلس بلدي معناها معناش فترة طويلة من اللي تنصبنا يعني في البلدية. البلدية كما تعرف هي بلدية محطة، بلدية محطة محطة، وتعرف الإشكاليات الموجودة في بلدية المحطة يعني استقرار كثير من الأشياء، منها مثلا غياب مصلحة فنية، قلة الأعوان إلى غير ذلك، وأكثر من هذا الموارد. يعني أنت بتستعمل مشروع ما لازمك موارد، لازمك إمكانيات مادية، المال قوام الأعمال، يعني كيفاش بتستعمل مشروع أنت حتى الموارد المالية مش متوفرة، فهمتي؟ لكن يعني احنا ماذا بينا ما نفلوش كان تزهق أرواح حتى حاجة ما تساوي وحتى حاجة ما تعوض أرواح العبيد. يا سيدي كان لازم نسكروها ثنية، نسكروها الرومبوا ما عادش نستعملوه، يعني ما فما حتى مبرر نتصور للحاجة هي. باهي تتكري الرومبوا منين بس تتعدى، هي راهو الطريق غاية عندك جزء المدات يعني يدخلوا الفطناصة وبشري الزوج الفطناصة وبشري، إذا بس تتكري الطريق منين العباد بس تمشي، هو فما طريق واحد معناه اللي يعدين على فهمتك. يعني مدام زهرة، هو شفنا اللي البلدية قامت ببوادر لمساعدة بلدية جمنة، نشكرهم على هذا، لكن للأسف توقفت الأشغال وقاعدة تسوء معناه أكثر، خطر تم معناه إزاحة متاع طاقة شمسية الأنوار هذوكم، وعلى أساس باش يتم إعادة تهيئتها. أختي خليني نمشي لك، هو سيئ احنا بالنسبه للصفقة معناها كما قلت لك البلديه تستقر المصلحه الفنيه يعني تشرف على اعداد المشاريع البلديه، قمنا بالتعاون مع الاداره الجهويه للتزييق بكل الاجراءات اللازمه للصفقه، الان يعني في انتظار تسلم المقاول الاذن الاداري بس تنطلق الأسرع بحول الله يعني في بداية السنة العام الجديد إن شاء الله، بس تنطلق الأسرع يعني ما يفوتش كما يمكن في بداية شهر تيسري يعني نقوله أقصى تقدير احنا. معنى الميزانية يعني مرصودة في مرحلة الاستعداد للبدء الأشغال هدية، الميزانية مرصودة والخدمة باش تخدم الإدارة والمندوبية الجهوية للسلاحة في خصوص تسريب الأشياء اللي كانت حتى هي سبب بحجب الرؤية، قاموا مشكورين بالتعاون مع عوام وعمالة البلدية الباشا، قمنا زادة في مرحلة أخرى كما كنت تذكري معناها في إزالة أعمدة الطاقة الشمسية اللي ما عادت أصلاً هي صالحة للاستعمال باعتبار التخريب اللي وقع، وفما حتى وقعت شركات اللي سرقوها
هذا في إطار الاستعداد إن شاء الله. بالنسبة لما قلت لك الانطلاق الأشغال بحول الله بحول الله ما يتجاوزش يعني التركيز لي. باهي مدام زهرة مشكورة جدا على المبادرة في حل حالة هذه المشكل. كما قلتي في وقتاش الناس والمستعملين التاريخ والمتساكنين يحبوا تاريخ، كانت نجمي أعطينا التاريخ وقتاش؟ يعني قلت لك هو إن شاء الله في بداية سيسري إن شاء الله تكون الأشغال انطلقت بحول الله. يعني هذا مهش ضمن الوعود اللي متعودين نسمعوا فيها. قدرة ربي إن شاء الله في فيري تب. أنتي ثم الإجراءات الإدارية خاصة في الصفقات معناها تأخذ شوية وقت. تحدثت أن يقبل على المشروع دايا وعلى أساس كما قلت لهم رأى إن شاء الله بداية العام الجديد إن شاء الله بس انطلق. أنا مزلنا إن شاء الله ربي إن شاء الله مدام زهرة في بداية فيبري إن شاء الله ما يفوت كما قلت لك بحول الله يعني بداية شهر فيبري. بداية شهر فيبري قديش نبقوا معناتها أب بري قديش معناها شطر قتلت شطر فيبري شطر فيبري يكون للطريق معناها مدام زهرة الأموال مرسودة والأوفر دابيل صار وتحت على مقاول وبشي بدا يخدم سيء الكل الإجراءات هذه الكل تمت سيء معناها المقاول وكل شيء تقريبا كما قلت لك المرحله الاخيره اللي هي تسلم المقاول الاذن الاداري من قبل اداره التجهيز بس ان شاء الله ينطلق ان شاء الله. تبقى الاجراءات كما قلت لك معناها ما تسدش حتى اقل من شهر معناها ان شاء الله ان شاء الله في العام الجديد الملفات وبعد التالي ينطلق نبدو في الاشغال بحول الله ان شاء الله. ان شاء الله مشكوره مدام زهرة على تدخلك معنا. بارك الله فيك على التدخل هذايا. اليوم نتصور زاد مره اخرى نشوفوا اللي فما بدره نتاع حلول ان شاء الله برشا وعود في قبلي للعام الجاي وجد. نذكروا اذا المستمعين في موضوعنا الاول اللي هو المدرسه الابتدائيه بمنطقه البرغوثيه بقبلي باش يتم حل الاشكال ان شاء الله في العام الجديد وتغطيه النواقص الكلها في العام الجديد في ظرف شهر ان شاء الله يا رب يتم العرض هذايا ويجي المقاول وياخذ انشاء مدرسه جديده معناها ويرجعوا. وفي موضوعنا الثاني طرقنا ليه اللي هو الطريق الوطني عدد 16 بمنطقة سوق لحد بقبلي اللي هو كيف في بداية فيفري باش يتم حل الإشكال ويتم معناها يحطوا الأعمدة نتاع التنوير واللي هم معناها تسرقوا شطرهم وتكسروا شطرهم المشاكل الموجودة في الحفر دونك إن شاء الله يا ربي في بداية العام الجديد بداية العام الجديد ولاية قبلي باش نشوفوا برشا تحسينات وعود كبيرة ياسر إن شاء الله. وحنا باش نكونوا إن شاء الله في المتابعة للمتابعة للوعود الزوز إن شاء الله ونتابعوا في كأمور تهمنا وكإذاعة مزاورة إن شاء الله ماهيش وعود إن شاء الله إن شاء الله. مادام وصلنا لمرحلة الأبيل دوفر والمقاول وكل شيء مازال كان الخدمة إن شاء الله نشوفوا الحلول بالطريق على خاطر كما قلنا راهو الطريق الموت راهي الحوادث راهي كارثة وخاصة الأعمار اللي سمعناها الشباب اللي عمره أقل من 18 عام الغالب احنا أصلا مش حتى في مشاكل الطرقات والحوادث هذه ديما في كل شيء كما نوصلوا للآخر باش نجموا ندخلوا نوصلوا الخطر ندقوا نقصوا الخطر باش نوصلوا نلقوا ان شاء الله تو نصوروا لكم المدرسه في العام المقبل. واذا كان صحيح وعد ان باش تبدا في فيفري التحسين الشارع هذيه والكياس او المفترق الطرقات خليني نقول باش ننتقلوا وجدي ورانيا ونصوروا المستمعين ان شاء الله. مشكورين ضيوفنا اللي عملوا البوادر هذيه واللي اعطونا معناها حلول باش نطمنوا الاهالي. يزينا تحمل المسؤوليه بالنسبه للمسؤولين يزينا يتحمل مسؤوليته يخدم الخدمه هذا اللي مطلوب. خليكم معنا نخرج فصل
الشهري في صحافة الشأن العام، سلطوا فيه الضوء على مشاكل المواطنين وناقشوها مع المسؤولين وصناع القرار في قبلي. موعدنا المرة هذه باش يكون استثنائي، نهار لحد 26 ديسمبر 2021، باش نشوف وضعية المدرسة الابتدائية بالبرغوثية من ولاية قبلي والنقائص اللي تشكو منها، باش نحكو كذلك على البنية التحتية المهترئة في منطقة سوق لحد والحالة الكارثية للطريق. تسمعونا على موجات إذاعة نفزاوة بالشراكة مع مبادرة مناظرة، نهار لحد من نصف النهار حتى للماضي ساعة. أمور تهمنا من إعداد وتقديم صبرة بن مرزوق، وجدي حويتة، ورانيا بن نور. رجعنا معكم مستمعين على موجاتكم، موجات إذاعة نفزاوة 100.9 وعلى على السيت ويب راديو نفزاوة .net. كالعادة صورة الشهر، ما أدرك ما صورة الشهر ديما هي المعناه اللي يكون فيها برشا كلام في ومن حب الفقرات لينا هي خطر فيها تعليق نجم نتعلق عليها ونحكو. أكيد هو صورة الشهر اليوم تتلخص في معرض قبلي اللي هو بعد ما كمل كيفاش كانت حالته كما تشوفوا معنا قدامنا، هي مش بعيد على صورة السوق الأسبوعية نفس الإشكالية اللي هي بعد ما نكملوا نخلوا كيما هو وسقط المطر وبدي حال تحليل وما فماش أصلا حاجات تحميهم معناه من الفوق سلعة رغم خلينا نفكروا العباد راهو المعرض بريفي معناها راهي البلديه مكريه صحيت معناها راهو زاد هذيك هو لازم يتحمل مسؤوليته، الشخص اللي كاري لازم يتحمل مسؤوليته ويخليه وحتى المستعملين نتاعو زاد لازم يتحمل مسؤوليته كما المثل نتاعنا الشعبي شويه الحنه شويه مرتبط ليد اللي هي شويه زاد تقصير من البلديه وتقصير زاد من الناس اللي تجي تنصب غاجي ولا حتى من الزوار راهو مشكله اللي ينصبوا حتى من الزوار يجي غاجي يجي بصغاره يدخل المعرض ويطيش سامحوني تشقف نتاع طبوسه الماء بلاستيك وهذا راهو موجود حتى في بليف بالمناسبه حتى في معرض دوس يعني تجاري شوف حاجه كيف من هكا بعد والله خارج الصباح معاش جاه اصلا يعني شفته معناتها قدام المعرض معناتها معرض زي معرض دوس هذا كي ما يقلش اهميه على معرض قبل اللي كبير ومعروف المعرض التجاري راهو برا منظر كارثي الله غالب هذه هي ديما هي العقليه قبل العقليه نتاع النظافه اللي مثال في الدول الاوروبيه رسخوها العقليه دي تتخطى عليها اصلا علاش على بالضبط على خاطر هو الردعرة بالنسبة لنا احنا كمواطن لازم الردع باش نوصلوا للمرحلة هذه ماذا بينا ما نشوفوش صور كما هكا مرة أخرى ماذا بينا نشوفوا بالعكس شوفوا ورد نشوفوا تنظيف على الأقل احنا ما نشفي في والله لحاجتنا بالورد يا وجدي الفايدة نظيف والله ما نشفي هاي كلاس ولا حاجة أما هوين على الأقل نبينوا معناها في صورة باهية تفكروا أيامات حالة الوعي اللي جت على تونس الكل رانا عشنا فيه معناها نعيم شفنا بلادنا بحلة جديدة بديت تخرج قدام داركم اللي عمرك كامل تعيش فيها الحيوط مزينة تخرج تحس روحك في بلاصة جديدة تحس روحك في بلاد جديد ما تصورش كانت تكلفت برشا الحكاية ماديا ما تكلفتش خلينا نقول ممكن شوية هيك تحركنا عباد كذا مع بعضنا الناس الكل ونظفنا البلايص ونظفنا البلدان وداهم هو الشباب راهو الشباب الواعي مشكل شوية تونس الكل نعولوا على الشباب في الختام هذه اخر حلقه في السيزون الاولى بالمرتهمنا احكي لنا صبر على التجربه سمحه ياسر تعلمنا ياسر نحب نقدمه من هنا كفريق نفزاوه الشكر للمبادره مناظر الكل فردا فرد وزاد نشكروا النفزاوه اللي هم كانوا معانا كلهم كيما احمد كيما برهان كيما التقنيين الكل عاونوا ورئيس التحرير مبروكه زاد استحقناه اكثر من مره كانت معانا ونحب نشكروا فهمي زاد معناتها كانوا احاطونا الكل التجربة كانت على معناها وجه أحسن وجه إذا عملنا اللي علينا وكانوا معنا بالحق يعني كسوا الإطار اللي هنا في راديو وإلا في مبادرة مناظرة نشكرهم برشا إن شاء الله نكون وصلنا أصوات الأهالي في مناطق اللي ذكرناهم البرغوثية سوق لحد بالقطعية اللي هو اللي ذكرناهم الكل مشاكلهم إن شاء الله نكون وعملنا عملنا الواجب على الواجب على الأقل والباقي على ربي وعلى المسؤولين تراني على ذكر أن حكينا على ياسر مناطق تنقلت نهار الجمعة كنا حكينا في الحلقة اللي فاتت على المهرجان الدولي للصحراء بيدوس في دورته 53 نقلت نهار الجمعة للمهرجان وشفت اللي المدير وفي بالوعود متاعها سامحوني رئيس البلدية دي موجي علق لي ما نقولش مدير دي ما نقول رئيس البلدية وفي بالوعد متاعه والمدارج اللي على اليمين وعلى يسار المنصة
قاموا بتغطيتهم ووجود معناتها امن مكثف باش الناس ما تطلعش غادي. زاد كنا حكينا في سبتمبر راني هيك على حق على الانقطاع المبكر عن التعليم وشفنا هذا عمل رواج في ولايه قبلي وفما يسر حاجات تبدلت مع مندوبيه التربيه وبدلوا برشا حاجات في خاصة في السنوات النهائية اللي لاحظوا أن فيها نسبة انقطاع كبيرة ياسر. حتى في سعيدين زاد بشيتم فما ملعب وقت اللي ذكرناه الملعب والقاعة المغطاة. هو هو ما عنديش برشا كلام باش نقولها خاطر ما بريس قلتوا كل شيء، لكن في صحافة الشأن العام هذه وفي المبادرة اللي جربناها المرة هذه في 6 شهور شفت حاجات جديدة. أنا أول مرة باش نخدم معناها برنامج كما هيك يهم الشأن العام خصيصا، شفت برشا حاجات اللي المشاكل هذيك تحط يدك على المشكله كانك معناك اللي حركتها الدنيا تنجم كيما تلقى لها حل بالضبط باش تلقى الحل. عملنا برشا، حكينا على برشا مشاكل في ولايه قبلي، منها مشاكل تحلت ومشاكل في طور ان شاء الله تتحل ومشاكل ان شاء الله قاعدين نتابعوا فيها وان شاء الله نحلوها الكل. مانيش معناها شمس باش نضوا على الناس الكل، لكن مع مناظره مع مبادره مناظره ونفزاو مشينا لبلايص مع عمرها مشاكل مع عمرها ما تجبدت مشاكل مع عمرها ما تحكت في ولايه قبلي. هي الحكايه صحافه الشان العام هي اصلا نوسيون جديده في ولايه قبلي، معناش منها في حتى مش حتى في ولايه قبلي وطنيا هو عالمين موجوده، يعني كانت يقولوا لها صحافه القرب والكل حتى القرب. دونك احنا عملنا حاجه تسمى مجهود معناها حتى لرواحنا في شخصياتنا. أكيد. شفنا برشا حاجات، تعدينا برشا حاجات، تعلمنا برشا حاجات. مره اخرى شكر لجميع. استنى نحب نقول اللي المشروع مبادره مناظره مازال باش يتواصل في موسم جديد. الموسم الثاني سامحوني ان شاء الله باش يكون في جان في اول حلقه ان شاء الله يا ربي. مره اخرى شكر للطاقم الموجود الكل في مبادره مناظره وطاقم اذاعه نفزه وخاصه التقنيين. احنا ما تشكرناش اكيد اشكركم ديما 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 نشكركم. انت تعرف يا صبري قديش نشكركم ديما. شكر لاحمد تعب معنا برشا، برهان تعب برشا، تعب الكل تعبناهم. مرحبا سيدي، شكرا على الاستماع والمتابعة ولطف فعلكم في صفحات التواصل الاجتماعي. اللايف نجم تعودوا تفرجوا عليه فينا على صفحة إذاعتنا إذاعة نبزاوة ولا على صفحة مبادرة مناظرة. شكرا لكم الناس كلهم، خليكم أوفياء البرنامج أمور تهم.